فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الراقي له صفات معينة أو لكل أحد أن يرقي نفسه؟ هل إيش؟ هل الراقي له صفات معينة أو لكل أحد أن يرقي نفسه بنفسه؟ هذا طيب، إذا رقى نفسه واستغنى عن الناس هذا طيب. والراقي يشترط فيه حسن العقيدة، وأنه يرقي بالأشياء المشروعة، ولا يجيب خرافات أو يجيب شعوذات أو أدعية غير مشروعة، لابد من هذه الشروط. نعم.